أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج مواهب وفنون، ومعنا اليوم موهبة شبابية في مجال الإخراج. نرحبوا بالمخرج الشاب جينيور لالي. مرحبا بكم سيدة جينيور. جينيور طبعا أنت في رصيدك مجموعة من الفيديو كليبات وطبعا كثير من الأعمال الفنية، بدأت بالتصوير الفوتوغرافي بالفوتوشوب وما إلى هناك. فهذه الحلقة طبعا لين نتعرفوا عليك ونتعرفوا على هذه الموهبة. أين تبدأت عندك جينيور؟ انا دور تقريبا بدت عندي دور بتخيل تقريبا 2006 ولا 2007 بدت عندي نبقي نحل هذا المجال. ما كنت نعرف قيمته ذاك الزمن والو، وحلت فيتو كهوايه. هيك تخرص الصور الافيشاج و خرص صور المود انه صور مود، خرص لي بوستر لو بوستر، خرص لي فيديو كليب في مجال السينما. بداتوا يعني لاحظوها للدار عليك، لاحظوها هيك تفطنوني تخير، حسوا بيا بانني نبقي ذا المجال. دائما نشري لك كاميرا زي ما كاميرا بيريكيت، عاد بي صور في المدرسه هذاك نجيبهم بيريكيت نزت وتقيس المصور يعني قال لك هيك صب لي صور. خلونا نتابعوا فيديو كليب من اخراج ضيفنا جينيور لالي لاغنيه مراد احمد زيدان وفؤادي. نتابعوا هذا الفيديو كليب ونرجعوا لضيفنا. عندي تساؤلات، وين الجواب الشافي عن اسباب الخلات تكثر فينا الجريمة، القتل والاغتصاب السرقة والنميمة، مجتمع مهاب هذه مسألة أليمة. نحرس المتسليم بالخصال الكريمة والقرآن العظيم والدين بل القيمة، والمحاور تشهد كل زمان وقديمة، تشهد لنا بالمجد وإن أمة رحيمة. دواعي تعجب تناهض هنينا يا ربي تلطف بنا، دواعي تعجب تناهض هنينا يا ربي تلطف بنا.
بعد ما تابعنا هذا الفيديو كليب نرجع لك جونيور لالي وتقول لنا كم الوقت استغرق هذا الفيديو كليب في التصوير ومنطرح ايضا سيناريو الكليب. زين الكليب تقريبا استغرق تقريبا 5 ايام ولا 6 ايام بين احنا عدلنا اكسام عدلنا 20 يعني بور نوفو تو شاركنا كامل في كارنوفر مراد وعادي كنا نتناول كتبوا السيناريو كنا نجيب فكره تزين نديروه في السيناريو حصلنا سيناريو تام وذاك انه تو بدأنا في تورنيش. وبالنسبه للادوات بالنسبه للكاميرا والاجهزه يعني قبل الاجهزه احنا ما تتخرص مع مصور تقريبا اجهزه بري بروفيشنال حتى بقيمتها حتى كي جودتها زينه حتى صورنا كاميرا 5 دي كانون تو ستابيليزيها شو معدل بتشيو فر قد يسكن لك الصوره يستابيليزيها معناته تدفع حركه ياسر لو خلعبنا لي مونتاج والجرافيك. جميل جونيور طبعا هذا المجال ما هون ما عاد يقري ولا هون جامعه تقري ولا هون يعني جي هذيك يا قبال تقري هذا المجال نختار ونعرفوا انت في طريقك انت للتعلم شعدت شنو الطريقه اللي قبلت انت ياك تتعلم هذا المجال. زين انا بدات تقريبا ديك ساعه نجبر واقيش رجعت قلب في التلفزيون ولا اشتغل قنوات تسول لهم نقول لهم ما اجبرت شي قبال قبت استهديت اليوتيوب وتشارجي منه توتوريال اللي هو بدايتي فوتوشوب تشارجي منه توتوريال منه الحمد لله تنعرف منه ياسر بديت نخدم به نعدل شي زين يعني عندي شي يعني طريق التعلم كان على اليوتيوب هو اللي يوتيوب ساعد يوتيوب هو حكم انه هو اللي حكم انه وصلني له كامل يوتيوب يوفر لي يوتيوب استفدت حتى من يوتيوب. يعني ياسر من الشباب هون يعود عنده هوايات يقال ما يعود هو مقبال مستهدي على ان زاد الانترنت قد يستخدمها في روايه ايجابيه يعني هذو الشباب شو تقول لهم؟ نقول لهم لما يركزوا حتى لما لا يخرصوا ريجاج بور يعلمهم أن يركزوا حتى الى يوتيوب في كل شيء الانترنت في كل شيء اذا الدور تتعلم يسوى هو شنو في الزمن تجبروا الى الانترنت تركز على الانترنت وتعرف اي روايه تبغى تعرفها لا تركيزك تو عندك ملي فيزيون رؤيه واضحه تستفاد منها حتى. بالنسبه للمخرجين الشباب طبعا انت دائما مع مجموعه من الشباب هون دائما تمشي معاها في التورناج وتتعاون معاها تكلم لي شوي عن علاقتك بالشباب اللي مهتمين معاك في نفس هذا المجال. انا خدمت مع ياسر من شباب اللي واحدين في نفس مجالي يعني انا خدمت معاهم في مجال السينما افلام منهم فيلم سودت وذاك اللي نجح نساجي والاول فيلم للمخرجه امال تحيه لهم ولي وشتقات معاهم ولي المهدي والناجي ومع الشيخ شباب كاملين الحمد لله خدمنا في بلاصه صبرنا التعب وصبرنا نعدلوا شيء قال لا بفرص لا نحاولوا لماكسيموم بر نعدلوا شيء زين احنا خاصنا امكانيات خاصنا ياسر من شيء الحمد لله. يعني جميل يعني كنتوا انتم دائما تجمعكم روح الفريق ويجمعكم حب وشغف هذا احنا قاعد تعرفنا لا في المجال اصحاب لا في المجال. جميل بالنسبه للاعمال اللي عيتك انت دائما تشوف شنو هي اكثر عمل اثر فيك انت والله مخرج والله شخص تعتبره انت قدوه لك في هذا المجال. انا عند خالي واحد قال له رضوان واحد اخر قال له كريس ماكاري مخرج فرنسي عدل الميوزيك فيديو ميكر دائما يخدم على الفنان بوبا والله الفنان مولي رضوان يعني هم دائما كنت تتابع اعمالهم تتابع اعمالهم لكن ما حاولت انك تقلدها شوي والله حاول الروق نعدل شيء الى يمهم لكن الحمد لله. جميل جدا من ترى كانت عندك مشاركات في السينما تكلمت عنها شوي انك كنت دائما تاسيستي من ترى كان عندك فيلم انت من اخراجك. ما عندي فيلم من اخراجي غير خدمت في افلام نشحهم لي الحمد لله اشتغلت مع اهلهم نشحهم اما للمونتاج اعمال التصوير النسخة الماضية من مهرجان السينما نواكشوط الفيلم القصير كنت مشارك مع الناجي والله كنت معهم خدمت معهم شوي بالبرومو لانه طبعا دائما توفني ودي عدلوا شيء دائما يتصلوا لي يقولوا لي نجي نشتغل معهم طبعا السينما تختلف تصوير فيلم عن تصوير فيديو كليب في ياسر ان شاء الله الناس يعود ما هو
ما مطروح لذاك البلد. شنو اصعب شيء يعني اذا في حالتنا عندنا معدلين مقارنه ما بين إن الاخراج، حد لا يخرج فيلم سينمائي ولا حد لا يعدل اخراج الفيديو كليب مثلا، تقول شنو الفرق؟ الفرق بينهم الفيديو كليب تختصر في ياسر من الامور، انك عندك في الدقائق ولا دقيقتين اربع دقائق، سينما صح لو بدلك مياس من الوقت فينتاج. يعني انت في السينما عندك شخصيات تتحرك نقر مجال معين والقصة مولي متسلسلة، كل بارتي من القصة عندها سيكانسات وعندها مشاهد. شغلتها أصعب هي حتى من الفيديو كليب، الفيديو كليب مولي بحرفتهم عندهم خلقهم يعرف داني الفيديو كليب ما يقدر يخدم مجال سينما خارج محل مولي يعرف السينما ما يقدر يعدلوا الفيديو كليب، يعني كلهم بحرفتات وكلهم بتعرف باش تتعامل معه لكنكم ما تتعامل معه. أيهم تجبر فيه راسك حتى جونيور للتصوير فوتوغرافي والله الإخراج في إخراج فيديو كليبات؟ أنا أكثر شيء نجبره إخراج فيديو كليبات، وأكثر شيء نجبره فيه يوم اللي التصوير فوتوغراف زين عندي. يا خير تختار تحت لماذا؟ لماذا؟ حاس أني قرب تذوقي لفيديو كليب من الفوتو بأكثر من خرص الانترنت على فيديو كليب. ايش اكثر شيء يعجبك في الموضة الطارية من الفيديو كليب مثلا؟ الفيديو كليبات اللي تعود الاغنية شبابية ولا تعود الاغنية ايقاعها سريع لاخر، تعود انت على ذاك الاساس تعدل انت تصور الفيديو كليب والله لا اي اغنية جاتك مثلا اي فنان، والله عندك بعض من الفنانين يعودوا هم اللي بدك انت توصلهم. انا كل نوع من الاغاني نخدم على كي موسيقى الكلاسيكية كيف الفلامينغو نروح نعدل شيء اكوستيك مثلا اكوستيك هي نروح نعدل شيء تود فلامينغو تود الكليب تتماشى مع الفلامينغو موسيقى الفلامينغو ذاك مولي موسيقى الراب نروح نعدل تكنيك يتماشى مع الفيديو كليب الراب. من ترى كان فم اسماء من المخرجين الشباب اليوم اللي تشتغل انت معهم في عمل فني قريب؟ انا مولي اسم الشباب الحمد لله اللي نخدم معاه ان شاء الله، والمخرج اللي حكمنا احنا كاملين مشينا للسيستم والله اول اللي حكمنا وطانا تحفيز بر نروح له ذا حتى المخرج علي بارك نخدم معاه شوي لكن نجي متون نشتغل معاه شوي مولي بر مولي نستفاد مولي بينا نروح نستفاد نروح نستفاد جزا الله خير تقبلني مولي ما عنده اي مشكله. طبعا من الضروري انه يعود حد مثلا مع الشباب ويشوف ذا اللي طاري وايضا يشوف يعود عنده حد ذكوها يطرح له البال ومثلا يعدل معاها ياسر مش فم اغنيه ينقالها افريكا وومن اللي هي المراه الافريقيه، وانت طبعا هو مخرج هذا الفيديو كليب سابقنا نبقاو معاه طبعا اختارك تتكلم لي شوي عن الفيديو كليب، انت عرضت عليك هذه الفكره وشنو هي المشاهد اللي تعبتكم صراحه؟ زين افريكا وومن كليب يتكلم عن المراه الافريقيه كمعدل بمناسبة عيد المرأة، جاورت مع أهله وتكلموا لي عنه وكانوا عجال عليهم اللي بنفس الوقت صورنا كامل في نهار واحد، عدلنا الديكور لعبنا الديكور ياسر مشي تعبنا الحمد لله. يعني أغنية صورتوا بعد مشاهد؟ صورنا بلاصة في ستة بلايج عدته في هون في نواكشوط في بلايص بلاصة الأختي قالت نذكرها بلاصة ستة بلايج ينقالها ماي أرقالي أرقالي عدلنا في أرقالي عمي صو شكرا لعمي صو عمي صو بذي المناسبة نوجه لها تحية طبعا، هي من الفنانين التشكيليين وطبعا عندها معرض يحتضن دائما الفنانين ودار من يعني دار من جلب. إذا مشاهدينا خلونا نتابعوا كليب أفريكا وومن ونعود لضيفنا جونيور لالي في برنامج مواهب وفن غيستس انترتينمنت. Garnet Beats شفت جمادة بحر عين تقف عين قرقت انا بني ذا اللي شفت زي
زينة عبد الزين السيب نذهب حرت لمران الفقية شي سو تيفان فاكس بالحجاب سكسي والملحفة تحلف بلد مخطوطة شفة مبادئة واضحة لسانية والمشفة سيدات الحب وصديقات السحر حملت المسؤولية ودارت مش صبر صبرا والبيضاء ضمانة للشعر أفريكا والنار جمال ما يقاس بسعر كبال لا تبغي كم دلار ومن أفريكا وست وانا بالبالي أفريكا Mauritania, beauté naturelle, tu rayonnes. She is wonderful, I can't be fair. C'est une combattante, c'est lion. Yamata Khachok, danga comme ce pop. Y'a kahla man, I'm danga one as a jump. Black diamond, y'a li da kouté. Il est mille humanité, mille farnade. Tu vois la ligne de foot, ça de qualité. Mashallah, quoi le rogouman. Wanjeri, y'une yari man, tout est. Mashallah, quoi le rogouman. Land of greatness. She represents the land of warriors. Africa, my land. She wonderful, so beautiful. Black diamond, noir, Metis Caramella, white arrow, shaman, mother Sarafina, African woman, African design. Dite urul ayn, manu lady sunshine. Nadire Leone, miti kam jibimi. Dilim hore ha, wane maya waram. Ha ha horam, ingu honum boram. Wodi de de wodi, nar mome chami. Bin mi dobel fami. She shine like a star living in a flower. Pull in my door, we love. I can't touch the star. African woman, you are the light of my life. Wonderful woman, you are the one that I like. She's beautiful, so beautiful. She's beautiful, so beautiful. ضيفنا جونيور لالي. جونيور مرحبا بك. وسهلا جونيور لالي. طبعا نحن على اعتاب السنة الجديدة سنة 2020. اولا شنو الامنيات اللي عندك انت شخصيا تختارها تتحقق لك وللشباب طبعا اصدقائك الفنانين؟ انا عندي ياسر الامنيات. عندي امنية بعدا بالمجال اللي واحد نحن فيه تهتم به الدولة تعرف عنه قد ينمي في الاقتصاد قد يجذب السواح الموريتان بين او ترجيت فاكانس اللي فطار بلاصه زينه انتو خافي فيديو كليب الناس اللي تتلود ثقافه ايدو بروجي اللي عاود تخرص الافلام الفيديو كليب اللي يعدلوا فيه ولي فوتو كيف تمثل الانتاج الفني طبعا يعود يوخ يعود يعود يمرر السياحه مثلا يعود يسوق السياحه نحن شفنا العالم كامل شفنا اللافذه حتى المدن القديمه مولي المدن القديمه شنقيط ولاته ودان تيشيت ان وفر بلايزين نحن نقدر نوصلوهم للعالم الاخر يشوفهم كامل في الفيديو كليب. وبما ان طبعا نحن في عصر الصوره ناس ترك فر على الصوره وحدها هي اللي تحكم وهي اللي طبعا تواصل في الامنيات قلت عنك امنيتي اللي نجاح في حياتي ونشوف اصحابي ان شاء الله تم لهم كونتيني الذكرى لا تتم لهم كونتيني في الذكرى ما نختار يتراجع. واغرب شيء خلق لك انت ازين شيء خلق لك العام 2019 شنو؟ نكلوتيرو السنه زين شيء خلق انا 2019 الحمد لله خلق دي ياسر زين الحمد لله. بالنسبه لك انت كانت سنه ايجابيه؟ كانت سنه ايجابيه 100% الحمد لله عدت في ياسر من الاعمال الحمد لله
سنة زينة الحمد لله. يعني هي بداية إن شاء الله تعود بداية للخير إن شاء الله في سنة, سنة 2020. متى كانك عندك تعاون والله بدأت أنت قبال تحضر بعض من الأعمال للسنة الجاية إن شاء الله؟ إيه والله الحمد لله. كيف تاش مثلاً تقول؟ عندي جارك فيديو كليبات. عندي فيديو كليبات عبد الرحمن حمد دولة أحمد دولة من فيديو كليبات 2020. عندي جارك عندي فيلم قاعد يعني إن شاء الله قريب إن شاء الله نشتغل عليه إن شاء الله. واللي من أعمال 2020. جميل جدا. بالنسبة للفيديو كليب والتصوير والكاستينج إلى آخره، من رأي كان عيات تجبروا أنتم عيات وتجبروا شيء من المشاكل كنت مثلا تمويل فيديو كليب، من رأي كانك أنت مثلا تجبر على هذا الفيديو كليب مثلا تحدد مبلغ محدد والله انك تتعامل مع بوات برودكسيون الى اخره دروك تديرنا في الصوره. زين شفت انا الفيديو كليبات اللي ينتج نتعامل مع حسب اهلهم حسن انا ضعيف ماديا نتعاون معاه لذلك اللي قد يرد لي انا جزء من التكاليف ذنو واللي حسن عنه قدموا لي اعطيهم لي شيء لباس به نتعامل معاه لذلك. المهم عندي حتى أني أقدر شيء توف والمهم عندي نقدم شيء. جميل. يعني دائما ما تعود مراعي مجموعة من الأبعاد هو أن الشخص لا كيف تكتب مازال فنان مبتدئ مثلا ما هو ما عنده ذاك من الفضل ما وراء شركة من شرائك الإنتاج مثلا تقد والله تعاونت مع ياسم الشباب قاب ياسم الشباب اللي جي بي تي في ميزيك تعاونت معهم ما شاء الله عدلوا كليبات عندي اشتغلوا معي ما شاء الله يعني خدمت مع ياسم من الناس عفنانين كبار معروفين في موريتانيا عفنانين ما تعادوا معروفين. من ترى كانك ستيل هيب هوب يا كانك عدت 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 فيه مجموعه من الكليبات مثلا من الرابر اللي عدلوا كليبات ترى كانوا يتصلوا بك يقولوا لك عنهم يختاروا يتعاملوا معك فيديو كليب. والله خدمت مع فنانين هيب هوب كبار معروفين في موريتانيا تعرفوا اني خدمت مع سكايب خدمت مع سكس ويد قبله خدمت مع كارا جيستا بيتشينار لاس بريمو خدمت مع ياسم فنانين معروفين خدمت مع فنانين مولي الهيب هوب اللي مزالهم جي بي تين داروا جي بي تان ومن ترى يا كان مثلا هذه اللمسات الاخراجيه اللي تعدلوا دائما ثم طريقه اللي لابد بتعود الموسيقى الانستريما والله فكره الاغنيه ماشيه مع الحركات اللي تعدلوا انتم الفيديو كليب مثلا كاليتي ديماج بلانهات التقبو ياسر والله ما عندكم زاد بلايس محددين كي استديوهات محددين مهم اللي تصوروا فيه تفضلوا دائما تصوروا فيه نحن نموت نبنوا الفكره نعرف المكان اللي نصوروا فيه نموت نبدوا نكتبوا الفكره للسيناريو اللي عدلوا الكليب نعرفوا المكان اللي نصوروا فيه تحتاج مولي خاتم تصوير ولا في استديو تجي الاستديو كاين نلعبوا ليه بجرافيك في انكريستو والله في الرواية نقبلوا الاستديو نجهزوا له ونصوروا فيه. يعني ماشي مع نفس السيستم اللي ماشي فيه العالم تو الطريقه اللي صور بها نحن فهمنا اساسيات الطريقه اللي صوروا بها المخرجين في العالم فر كيف تياني صلال كيف المخرجين اللي اشتغلوا في المجال كاملين اللي اشتغلوا على ميوزيك فيديو ماشي مع نفس جينيور لالي من درا شنو حجم تفاعل الجمهور معك الجمهور الشبابي من درا فنين ترى لا على على السوشيال ميديا لا على فيسبوك وعلى انا حقيقه الناس عرفتني اصلا ليش فيسبوك ليش السوشيال ميديا عرفتني الى فيسبوك كنت من الناس اللي نجبر لمير في جيم في فيسبوك امات اكثر امات كنت نجبر مزت تقريبا لسنه ترى ثلاثه كنت نجبر امات ياسرين فيسبوك بيني كنت نعدل صور موديل ونشرهم على فيسبوك كانت ناس زين عندهم طريقه نعدل بها الصور صوري كانوا عند كانوا دائما عندهم ديفيرنس مع صور الاخرين حسب حكم الناس عرفتني حتى من ذنب صار يعني هذا عارف. يعني شنو السر في هذا السر في هذا انك انت مهتم بهذا المجال حتى انك عندك شغف في هذا المجال انك تلود تبحث تطلع السر انا قايل ان السر في الذوق بين ياسم الناس تعرف هذا المجال قيد ذوقها دائما طايف يا قار انت متاثر باش في هذه الصور برك مثلا تتحاول تحامر ايش تحامر مثلا اي 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 رسام ولا بط اي 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 فوتوغراف ايه نبقي نحامر اي فوتوغراف شوف صور كلاسيكيه كي قديمه كتو عدلت زين الكولير في تقول يا اصلا نوار بلان انا نردهم اللي على كولير نشوف فيديو كليبات مقبول مقبولهم سيستم كلاسيك
بي كلاسيك دايما يركزوا لي الكولير حاول نعدل شي كيف ذاك صور الحمد لله الناس فرت عرفهم وزينين عندهم مني ان شاء الله تقبلتهم طبعا يا خلقت لك صداقات على الـ على الـ على الـ الفيسبوك وعلى ما عارف ان بعض الشباب عيا طلبك مثلا انك تعدل له الصور وايضا يعني دروك تتكلمنا عن الطريقه اللي تعرفت بها انت على هذا الجمهور اللي تعود مثلا جاي الواحد من المهرجانات والله واحد من اللقاءات اللي دائما يخلقوا في نواكشوط طيب انا تعرفت الناس اللي في الصوره الناس اللي تعرفني كامل عرفتني لا في الصوره عرفتني لا الاعمالي اللي نشر على فيسبوك بدات الناس تخرصهم زين عند الناس حتى نخش نجي لبلاصه نجبر واحد ما نعرفهم نتسالم معاهم يقول لنا نعرفوك الانترنت حكم الناس عرفتني على الانترنت الحمد لله من ترى كانك تتخمم في تعدل كليب لحد من الفنانين الكبار مثلا الفنانين اللي متخمم. على سبيل المثال نقولوا عرفات والميداح ما هو عرفات والميداح مثلا نقولوا الشيخ الابيض نقولوا دبابة مثل الميداح نقولوا معلومة الى اخرهم الفنانين الكبار انا اتمنى نشتغل مع الناس كاملة حد كامل يعدل الموسيقى انا اتمنى نشتغل معهم نشتغل مع عرفات والميداح من الفنانين المعروفين هم اللي تاني يحكموا نوصل ياسم الفنانين للمكان اللي فيه حالا عرفات تلاحينه اشتغلت معاه عدلنا عمل زين الاستقلال تو نختار نخدم مولي مع ناس من الناس نختار نخدم مع واحد خارج موريتانيا نختار نشتغل كيف الطريقه اللي يشتغلوا بينا نشتغل مع فنانين في المغرب نشتغل مع فنانين في الجزائر تبارت قال واكيج فنانين في المغرب يدوروا نخدم معاهم غير يا واجع ما تعطيني امكانيات قدو صدوا بيهوك جميل جدا من ترى شنو يعني شنو هو انطباع العائله عنك انت مثلا على الواحد انت فيه عائله زين بالبدايه كانوا عندهم مو مهم وقالوا لي اني لا ماشي نفرغ وقتي تو شي مو مهم ما موتيش ولكن الحمد لله تقبلوا زين عندهم حتى بداوا يسولوني قالت انت معدل تراكش معدل من الاعمال يعني عادوا يتبعوا اعمالك والله جونيور لالي طبعا اللقاء مازال متواصل معاك نختارك تقول لنا مثلا كلمة توجهها لجمهورك عبر برنامج مواهب وفنون لعاد فم شي تختار مفاجأة تختار تقولها للجمهور في مطلع هذا العام عندي كلمة جمهور رأيني واحدة قال مناديهم الحفل الكبير معدل في ريستورا يوتيوب الحفل الراس السنة إن شاء الله وعندي ياسم الأعمال إن شاء الله ودور شوفه 2020 إن شاء الله تابعوني إلى فيسبوك تابعوني إلى إنستغرام وإلى شاني في يوتيوب جونيور لالي طبعا احنا شاكرينك جونيور لالي برنامج مواهب وفنون ونتمنى لك سنه سعيده مشاهدينا الكرام وصلنا معكم لنهايه حلقتنا في برنامج مواهب وفنون نعود نلقاكم في الاسبوع المقبل لكم تحياتي وتحيات فريق البرنامج الى اللقاء